أمام وأخذ بعين الاعتبار النقاط اللي تحدث عليها الأستاذ أمين، ما الذي يمثل التيك توك والمحتوى اللي يقدم على هذا التطبيق بالنسبة للمجتمعات بصفة عامة والمجتمعات العربية بصفة خاصة؟ الحقيقة التيك توك كان المفروض هي عاملاها شركة صينية بتشترط للدخول أو للتسجيل فيه يكون السن مش أقل من 13 سنة، لكن للأسف طبعا ممكن الشاب بيدخل أو حتى الطفل، الحقيقة بيستخدموا أطفال من سن 6 حتى سن 18 سن المراهقة، ممكن يسجلوا أي رقم بالنسبة للسن، وبالتالي هو خطر، بيعرض محتويات خطر، بمعنى أن بيعمل حاجات فيها تحدي للسلوك. فبالنسبة للأطفال ممكن يعملوا سلوكيات أو يسجلوا فيديوهات فيها خطورة. التيك توك كمان بيقبل عليه أكثر المراهقين والشباب، وبالتالي هم بيسجلوا، هو يعني منصة لإتاحة العري والإثارة الجنسية واستفزاز الغرائز، وبالتالي هو يستخدم أحياناً للدعارة، لعمل الدعارة للأسف، ودي حصلت في أكثر من بلد وعندنا في ولكن مصر حصلت. ولكن دكتورة لو سمحت لي، يعني المسؤولية على عاتق التطبيق كوسيلة أو تقع بالنهاية على مسؤوليات المستخدم وبالتالي المحتوى اللي يقدمه؟ لا طبعا على مسؤولية الإنسان أو الشخص أو المراهق اللي بيقدم هذا المحتوى. الحقيقة إن يعني ده بيأثر بشكل غير طبيعي على قيم المجتمع العربي بالذات، لأن بيبيح حاجات إحنا يعني مش مع الإسلام، مش مع القيم بتاعتنا، مش مع حتى القيم المسيحية، يعني ضد الأديان، ضد قيم المجتمع، وبالتالي يعني هو بيروج للرقص الخليع والتعري والاستفزاز، ويسبب كمان الإدمان، ويسبب الإدمان، بيحتوي على فيديوهات خطرة للسلوك بالذات عند الأطفال. الغريب بقى كمان إن هو بيسبب التحرش بالأطفال، يعني الشباب لما بيدخلوا ويشوفوا فيديوهات للأطفال بيتحرشوا بيهم ويستغلوهم جنسيا. بلاش ده كله، بيحصل نوع من التنمر بالأطفال، نوع من الإساءة للنساء والأطفال والشابات.